أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي من مركز تنمية الإبداع الدولي، وياكم ست بشرى. مثل ما تعلمنا في الدرس السابق اللي كان الفصل السادس القسمة، وتعرفنا على مفهوم القسمة ورمزها وعلاقة القسمة مع عمليتي الضرب والطرح، راح ناخذ اليوم الدرس الثاني اللي هو تقدير نواتج القسمة. تقدير نواتج القسمة إلها حلين. هنا راح نتبع طريقة الكتاب، لأن احنا تعلمنا بالضرب أنه التقدير هو عملية تقريب. التقريب أخذناه في مرحلة سابقة، أنه نشوف العدد الأقرب إلى نقربه، يا أما تلقى الناتج وتقربه، يا أما تقرب وبعدين تلقى الناتج. تقدير نواتج القسمة هو إيجاد ناتج قسمة تقديري. تقديري يعني تقريبي، باعتماد الحقائق الأساسية لعمليتين الضرب والقسمة. شلون؟ يعني راح نخلي المقسوم بين عددين، ناتجين أعلى وأدنى، لحقائق الضرب الأساسية للمقسوم عليه. يعني اعتمادنا بشكل رئيسي هو على جدول الضرب. جدول الضرب هنا للجدول العادي اللي احنا معتمدين عليه، لكن إذا كان الناتج أكبر من العدد المطلوب راح نضطر يعني انه ناخذ حقائق الضرب الاساسيه لمضاعفات العشرة ومضاعفات المئة ومضاعفات الالف. هنا راح لازم ناخذ لك يعني فد مثال بسيط على مود تشوف شلون نسوي العمليه. ناخذ هنا عدد مكتوب 42 تقسيم 8. زين، انا اجي اشوف ال 42 جدول ال 8، نهمل الاحاد، ايش راح يكون عندي العدد؟ 40. فاجي على جدول الثمانية، من جدول الثمانية بمن اضرب العدد يطلع عندي 40. راح احصر العدد اللي هو راح يكون 40 8 في 5 40، والعدد اللي وراه هو من 8 في 6 48. قال لي من تعريفه انه لازم احصره بين عددين، عدد اعلى وعدد ادنى. اجي اشوف ال 42 قريبة للأربعين لو للثمانية وأربعين، يعني لما أنا أريد أمشي يومين لو أمشي ثمانية أيام، منو قريب إلي؟ أنه أمشي يومين، فراح يصير عندي الأربعين هي أقرب للاثنين وأربعين. يا عدد أضربه ويا الثمانية يطلع أربعين، هو الخمسة. إذا الناتج راح يكون عندي هنا خمسة. تقدر تسويها أنت كعملية قسمة مثل ما تعلمنا بالدرس السابق وتقرب الناتج. لكن هنا بالمنهج ايش رايد من عندي؟ انه القى عددين، عدد اعلى وعدد ادنى، فما اقدر يعني احل بالطريقه يعني القديمه مالتي، لان راح يحاسبني هنا بالحل، لازم القى له عددين، اشوفه بمن محصور بين عدد ادنى وعدد اعلى. هنا راح نشوف الكتاب المكتوب عندنا، لازم نتعرف على فكره الدرس وهي استعمال التقريب لتقدير ناتج القسمه. مفردات الدرس هو العدد المناسب، إيجاد العدد المناسب اللي ينطيني الناتج الصحيح. عندنا مسألة هنا تقول قرأ سامر 37 صفحة من الكتاب في 4 أيام. يعني كتاب عندي ب 37 صفحة. قسم سامر على 4 أيام. شو يريد من عندي؟ كم صفحة قرأ في اليوم الواحد تقريباً؟ ما دام عندي كلمة تقريبا يعني مو بس أطلع الناتج وإنما أقربه. بما أن العدد 37 هو آحاد وعشرات، إذا المفروض عندي أن أضرب بالضرب العادي يعني بالعدد الآحاد فقط، ما أروح على مضاعفات العشرة. هنا السبعة شو نحولها؟ صفر. والثلاثة تنزل، شو حيصير عندي الناتج هنا؟ 30. أروح أشوف هنا جدول الأربعة، يا عدد قريب لل 37 لازم يكون محصور بيناتهم. هذا هو جدول الأربعة، عندي 20 ما أقدر أخذها، 24 ما أقدر، 28. إذا القريب عندي هو منو؟ ال 36. أجي أحصره بين عددين والأربعين. إذا راح أقول 37 تقسيم 4 فوق ال 37، شو أخلي؟ أخلي الـ 36،
وجوا 37 أخلي 40. إذن 37 محصورة بين 36 وبين 40. هسا أجي أقول 37 أرجع لل 36 أمشي يوم، لا أروح لل 40 وأمشي 3 أيام، من القريب إلي 36. أجي أشوف بمن ضربنا 4 طلع 36 بالتسعة. إذن العدد المناسب اللي مطلوب مني بهاي المسألة هو العدد 9، يعني 37 لما قسمناها على 4 طلعت 9 والباقي هو 1، فإحنا نهمل هنا الباقي لأن هو رايد من عندي تقريبي. الطريقة اللي كنا نتعلمها سابقا في الضرب إنه إحنا نقرب العدد وبعدين نطلع الناتج المطلوب. بما أنه هنا بكتاب الرياضيات هو يريد من عندي أحصر العدد بين رقمين، فما أقدر أستخدم ذيك الطريقة. هنا بهاي المسألة اللي حليناها لقينا العدد يقع بين 36 والأربعين، وقلنا هو أقرب لمن؟ لل 36 من الأربعين، فأروح على جدول الضرب راح ألقى الناتج هو عندي 9. المسألة الثانية تقول قطعت سيارة مسافة 725 كيلو متر في الساعة. نلاحظ هنا العدد عندنا 725، يعني أكبر من 70. إحنا تعلمنا بجدول الضرب 7 في 10 70. هنا راح ناخذ مضاعفات العشرة، فش نقول 10 20 30، مو أقول 10 11 12، لا أقول 10 20 30 تقسيم 7. قلنا العدد مالتنا يهمل منو؟ الآحاد. زين أجي أشوف 72، يعني إحنا قلنا نعوف الخمسة، كم؟ 7، راح يطلع بها 10. الخمسة حولناها 0، 10 وحطينا منها 0 حتصير 100. إذن راح تصير محصورة بين منو؟ 1700 و 1400. لما نضرب 7 في 100 إيش قد؟ 700. من وراء ال 200، مو أقول 101 لا 200، لأن إحنا نقول مضاعفات ال 100. 7 في 200 الأصفارة تنزل، 7 في 2 14، طلع الناتج عندي 1400. راح أجي أخلي فوق ال 725 700، العدد اللي طلع لي الأول اللي هو قلنا الأدنى، وجوا 725 أخلي 1400 اللي هو قلنا العدد الأعلى. راح أجي أشوف هنا ال 25 قريبة لل 700، يعني أهمل ال 25، لو أمشي 1400 من القريب 700، لأن إحنا بس راح نهمل ال 25. إذن قريبة هي لمن؟ لل 700. أرجع أشوف بمن ضربتها؟ بالمية. إذن العدد المناسب المطلوب مني هو 100. راح أترككم بعد الفاصل نحل التمارين من صفحة 102 وراح نشوف الواجب اللي حنعطيكم إياه. أعزائي التلاميذ رجعنا لكم بعد الفاصل وراح نحل التمارين صفحة 102 من فقرة أتأكد. أخذنا قبل الفاصل نقطة رقم 1 وحليناها، قلنا 42 تقسيم 8 وطلع الناتج عندي التقريبي هو 5. نقطة رقم 2 تقول 138 تقسيم 7. ننتبه على السؤال شو يقول؟ يقول أجد عددين، يعني ما أقدر أقرب الناتج، لا لازم ألقى عددين يقع بينهما ثم أقدر. راح نجي قلنا هنا نحدد الآحاد، لأن هنا راح يصير عندي أكبر منين؟ من العشرات، مرتبة كبيرة، يعني آحاد عشرات مئات، فما أقدر أضرب بجدول الضرب العادي. راح أحول الثمانية صفر وأقول 13 كم؟ 7. هسا أقدر أرجع للجدول العادي، 13 كم؟ 7، عندك هنا 2 أو قريبة للاثنين. أروح أشوف السبعة بمن أضربها يطلع قريب للعدد 138. عندنا 14 في شقد؟ في 2، يطلع عندي الناتج 14. راح أجي أضيف هذا الصفر اللي أنا أخذته من مرتبة الآحاد، شو راح يكون عندي هنا؟ 7 في 20. إذن الضرب هنا راح يكون في مضاعفات العشرة، فأقول 7 في 10 70، وسبعة في 20 140. إذا لقيت أنا هنا عددين يقع الناتج بيناتهم. هنا نخلي الناتج اللي هو 138، هذا هو العدد اللي أريد أقسمه، يقع بين 70 وبين 140. المن أقرب؟
أقرب للسبعين هذه المسافة كلها أرجعها، لو أجي للأربعين اللي هي مجرد عندي خطوتين فقط، إذن أرجع لمن؟ للمية وأربعين. إذن هذا العدد يهمل السبعين، راح أجي من جدة وجديد أكتب المسألة بس بالعدد الجديد اللي طلع لي 140 تقسيم 7، الصفر ينزل 14 كم 7 2، إذن العدد المناسب هو 20. نقطة ثلاثة، عندنا 715 تقسيم 9، أحاد عشرات مئات، أقدر أضرب في مضاعفات العشرة، أروح أشوف يا عدد عندي قريب للواحد وسبعين بجدول التسعة، هو الثمانية، أجي أقول تسعة في ثمانية شقد؟ 72. لازم أصعد على الفوق قال يعني عندي العدد 71، من هو قبله؟ هو السبعة. تسعة في سبعة شقد؟ 63. الخمسة مثل ما اتفقنا شو نحولها؟ صفر. راح أجي أضيف الصفر هنا لأن أنا قلت لازم أضرب في مضاعفات العشرة، فراح يطلع عندي هنا 630 وهنا 720. لقيت العددين اللي أريدهن باعتمادي الأساسي على جدول الضرب. فإذا أنت ما حافظ جدول الضرب هاي مشكلة يعني، لأن كل اعتمادنا هو على الضرب. 715 قريبة لمن؟ للعشرين، لو للستمية وثلاثين، يعني أنا أرجع من 700 للستمية لو بس أطفر خمس خطوات على مود أوصل لمن؟ لل 720. راح اخلي العدد الكبير جوا والصغير فوقه، اجي اشوف منو اقرب لي. 720 هي مبينه فقط خمس خطوات بيناتنا، ارجع اعيد المساله من جديد، انزل الصفر واقول 72 كم 9، طلع الناتج 80 وهو العدد المناسب. راح اخلي لكم النشاط كواجب لكم تحلوا صفحه 30، وتقدرون تدزوا لي الحلول بالتعليقات على مود أشوفها، وألتقيكم في درس جديد.